بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شاهدتم بداية الفيديو هذا، كان فيه علامة أو صورة الحمام المشترك بين الرجال والحريم. طبعا في النرويج معظم الحمامات استغفر الله العظيم تكون مشتركة، يعني حتى أنت تدخل الحمام ما في والله حمام للرجال وحمام للنساء، الحمامات مشتركة، الأبواب تكون مثلا أو أماكن تكرمون، يعني اللي راح تسوي فيها البلاوي مالك فيها غرف، وتدخل أنت وتطلع مثلا منها، وتدخل حرمة وتطلع منها. فهذه مشكلة كبيرة، يعني وصلوا لدرجة المساواة بين الرجل والمرأة أن خلوا الحمامات مشتركة. فإذا أنت عندك عائلة فما أعتقد أن عائلتك راح ممكن تتأغلم على هذا الأمر. طبعا نادرا ما تحصل الحمامات منفصلة، معظم الحمامات راح تحصلونها مشتركة. طبعا نحن مو متعودين على هالأمور، حتى أنا مثلا يوم أدخل أضايق لأني أشوف حرمة داخل الحمام وتطلع وأنا أدخل وهي تطلع، ومشكلة كبيرة. فأرجو الانتباه من هذا الموضوع، حتى ممكن المطارات راح تحصل هذا الشيء، أمورهم طيبة هنا ما عندهم مشكلة، حريم ورجال داخل الحمامات، نحن مو متعودين على هالشيء، بس حبيت أني أخبركم لأن هذا شيء ضايق وغير جيد بالنسبة لنا نحن كعرب إذا جايين نزور البلدان هذه. ممكن ما أعتقد أنه في بريطانيا وفي ألمانيا أنا شفت هالشيء، لكن في النرويج يعني تفاجأت أنه واصلين لهالمستوى، أنه والله الحريم والرجال ممكن يكونون في حمام واحد، والله المستعان ممكن بكرة يتسبحون بعد في حمام واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشوفكم إن شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.